أهم الأنباء من قناة التناصح. أكد عضو مجلس النواب المنحل زياد غيم أن رفع حظر التسليع ليبيا هو أمر سلبي في ظل الدعوات لحقن الدماء. غيم في تصريح للتناصح أوضح أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح يدرك تماما أن دعوته لرفع حظر التسليع عن الكرامة لن تلقى قبولا ولن تؤتي بثمار وفقا لتعبيره. لذلك أشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود خلاف في المنطقة الشرقية بين كل من حفتر وصالح، لافتا إلى أن الأخير أراد بمطالبته رفع حظر التسليح طلب أو أراد استلطاف المواليين لقائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر. قالت جريدة الشرق الأوسط نقلا عن مصدر ليبي إن وفدا عسكريا من الكرامة قام بزيارة سرية إلى العاصمة السودانية الخرطوم بوساطة مصرية وإماراتية. وأوضحت الجريدة في عددها الصادر الجمعة أن الزيارة ضمت اثنين من كبار قيادات الكرامة من بينهم عبد السلام الحاسي الذي التقى مسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث تحسين العلاقات الثنائية وتفاهم لحل ما وصفه بنقاط الخلاف العالقة بين الطرفين، معتبرا أن هذه الزيارة تمت على خلفية التقارب. كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف عن تطلع الجانب الروسي إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي لحل الأزمة في ليبيا. وقال دينغوف في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، قال إن سيناريو العملية الروسية في سوريا لن يتكرر في ليبيا لأنه لا يوجد في ليبيا حكومة وجيشا موحدان كما هو الحال في سوريا، لذلك فمن المستبعد تطبيق سيناريو مماثل على الأراضي في ليبيا. في خبر أخير، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المقترحة الخميس عن انطلاق مشروع طرابلس الذكية بحضور الأجهزة الأمنية في المدينة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق من طرابلس في نهاية شهر أبريل الجاري سيوفر المعلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ، إضافة إلى مكافحة الجريمة، وذلك من خلال أجهزة للاستشعار الذكية الموزعة على كافة أرجاء العاصمة طرابلس. إلى اللقاء.